السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلاب وطالبات الفرقة الثالثة كلية الطب في محاضرة جديدة من محاضرات النيورو أناتومي. المحاضرة دي هنتكلم فيها على الـ Ventricular System of the Brain، وهنعرف الـ Relation between the Brain Ventricles and the Basal Nuclei والـ Internal Capsule. في المحاضرة اللي فاتت أخذنا الـ Basal Nuclei وعرفنا إن ليها رول في الـ Programming of Motor Activity وفي الكنترول اوف بوستشر والسيكونسنج اوف موفمنت، وعرفنا ان في حاجه اسمها دايركت سيركت واندايركت سيركت، وفي لو حصل ليجن في الدايركت سيركت بيحصل ايه، ولو حصل ليجن في الاندايركت سيركت بيحصل ايه. ودي صوره تجميعيه للبيزل نيوكلياي، والصوره دي هتلاقوها موجوده في نفس المحاضره اللي فاتت، وبس عشان تراجعوا بسرعه دي الهيد اوف كوديت نيوكليوس قدام هنا، وده البادي اوف كوديت نيوكليوس، طبعا ده التيل اوف كوديت نيوكليوس، والتيل بيبقى كونكتد للاستراكشر اللي سميناه الاميجدالا. وطبعا عرفنا ان ده اللينتيفورم نيوكليوس رقم 4، جزء منها اللي هو اللاترال اللي سميناه البيوتامين، ورقم 6 هيبقى الجلوبس باليدس اكسترنال، ورقم 7 الجلوبس باليدس انترنال سيجمنت، وما بين البيوتامين والكوديت نيوكليس بيكون في الكوديت او الكوديت ولينتيفورم بريدجز، ودي المسؤوله عن الاسترييتد ابييرنس، بنسميه كوربس استرييتم لانه بيظهر في الهوريزونتال سيكشن از استرييشن. ليه؟ لان في بيبقى الوايت بارت بتاعه بيكون عباره عن الانتيرو لمب اوف ذا انترنال كبسول داخل ما بين الكوديت نيوكليس وما بين البيوتامين. وبعد كده في النيوكليوس اكيومبنس اللي هي رقم 9 دي، وقلنا ان هي دي الجزء من البيزال نيوكلياي which is responsible for the reinforcement of behavior. خلينا بقى ندخل على الventricular system. في الاول عايزين نعرف كده generally ايه هي الكافيتيز اللي موجوده في البرين. الكافيتيز طبعا احنا قلنا ان في كافيتيز موجوده جوه البرين علشان تعمل لايتنج للويت بتاع البرين في السكال، فما نحسش بالوزن الثقيل of the brain over our heads. بيكون داخلها fluid اسمه cerebrospinal fluid. فإحنا عندنا الكافيتيز دول عبارة عن two lateral ventricles, one inside each cerebral hemisphere. ده الشادو of the lateral ventricle in one of the cerebral hemispheres. بيكون lateral ventricle connected to another cavity between the two cerebral hemispheres which is called the third ventricle. وبعدين عن طريق كانال ماشيه جوه الميد برين اللي في البرين ستيم، كانال دي اسمها سيريبرال اكويدكت، بيكون الكافيتي اللي هو الثيرد فينتريكل كونكتد تو انذر كافيتي ويتش از ذا فورث فينتريكل. طبعا الفورث فينتريكل لايز بتوين ذا سيريبيلم بوستيريور اند باك اوف بونز وباك اوف ابر ميدالا انتيريور، اند ذا فورث فينتريكل از كونكتد داونورد وذ ذا سنترال كانال اوف ذا سباينال كورد. طبعا ما ننساش ان الكونكشن اللي ما بين اللاترال فينتريكل والثيرد فينتريكل هنقوله كمان شويه اسمه انتر فينتريكولار فورامين او فورامين اوف مونرو. This is the only connection between the cavity of the lateral and third ventricle. طيب خلينا بقى ناخد اول بارت اللي هو اللاترال فينتريكل، لانه هو اهم فينتريكل موجود في الفينتريكولار سيستم كلها. طيب as you can see the lateral ventricle is a Y-shaped cavity in the cerebral cortex or in the cerebral hemisphere. It has a central part called the body. This is the central part of the lateral ventricle. And it has three horns. This is anterior horn, this is posterior horn, and this is inferior horn of the lateral ventricle. في part ما بين ال posterior horn وال inferior horn. This part is called trigone of the lateral ventricle. Trigone of the lateral ventricle. The trigone of the lateral ventricle normally after age of 40 appears calcified in CT or the X-ray because it has a choroid plexus inside the lateral ventricle. And this choroid plexus is a tuft of capillaries that calcifies normally after age of 40. The choroid plexus
is responsible for secretion of the CSF inside the cavity of the ventricles. طيب فين الحدود الفاصلة ما بين ال anterior horn وال body وال posterior horn وال inferior horn؟ اولا عرفنا ان ال anterior horn lies completely in the frontal lobe، يعني الجزء ده كله موجود في الفرونتال لوب. The posterior horn lies completely in the occipital horn. The inferior horn lies in the temporal horn. طيب ال body، ال body lies in the parietal lobe. طيب عشان نعرف الحدود الفصل اكتر اتفقنا ان في فورامن، الفورامن ده هو الاونلي كونكشن ما بين الثيرد فينتريكل واللاترال فينتريكل، بنسميه الانتر فينتريكولار فورامن او الفورامن اوف مونرو. This foramen is located behind the anterior column of the fornix. This structure here is called the fornix. طبعا انتوا عرفتوا ان الفورنكس من الكوميشنال فايبرز بتاعت البرين. الفورنكس has a posterior horn او posterior column و body و anterior column. Behind the anterior column بنلاقي ال interventricular foramen in front of the thalamus. ادي الثالاموس اهي، تمام؟ يبقى قدام الثالاموس وورا ال anterior column of the fornix بيكون ال interventricular foramen. طبعا this structure is called the corpus callosum. The corpus callosum is formed by geno, rostrum, geno, body, splenium. زي ما اتفقنا. طيب what about this structure which closes the cavity of the lateral ventricle? This structure here is called septum lucidum. So the septum lucidum closes the cavity of the lateral ventricle and forms the medial wall of the lateral ventricle. If you draw a line, vertical line, between the interventricular foramen that cuts the body of the lateral ventricle, the body of the corpus callosum above, here. The part of the lateral ventricle in front of this line is called the anterior horn. And the part behind this line is called the body of the lateral ventricle. تمام. خلينا نشوف فيو كمان للاترال فنتركل اهو. This is the anterior horn of the lateral ventricle extending inside the frontal lobe. طبعا احنا هنا واخدين horizontal section في البرين from anterior to posterior. ده الفرونتال بول وده الاوكسيبيتال بول وده اللي تحت ده جزء من التمبرال بول. As you can see this is the anterior or the frontal horn. This is the occipital horn and this is the inferior horn inside the temporal loop. This is the trigone of the lateral ventricle. As we mentioned in the previous slide, the trigone is occupied by a tuft of capillaries. This tuft is called the choroid plexus. The choroid plexus is responsible for secretion of the CSF and it is normally calcified after the age of 40. And this is the body of the lateral ventricle inside the parietal loop. لما تيجي تشوف بقية ال structures اللي في السكشن، طبعا ده هيكون الجينو of the corpus callosum, the body of the corpus callosum والسبلينيوم of the corpus callosum زي ما انتوا شايفين كده. ولو خدت sagittal section لتحت هتلاقي تحت الكوربس كالوزم في السبتم ليوسيدم والسبتم ليوسيدم connects the corpus callosum above to the fornix below. تمام؟ ده another view of the lateral ventricle which shows the septum lucidum. So this is the septum lucidum here connects between the geno of the corpus callosum and the fornix. تمام؟ عشان لما تيجي تشوف ال different structures اللي في ال horizontal section بتلاقي في النص كده شوية structures from anterior to posterior. أول structure من قدام بيبقى الجينو of the corpus callosum وبعدين بيكون السبتم ليوسيدم وبعدين بيكون رقم خمسة دي اللي هي الفورنكس وده طبعا اللي هو ال cavity of the lateral ventricle. تمام؟ طبعا ورا هنا هيكون ال cavity of the third ventricle ما بين التو ثلاماين، هنا الثلمس ال right ودي الثلمس ال left وما بينهم ال cavity of the third ventricle. طيب رقم تسعة بيكون splenium of the corpus callosum وال splenium is connected to is connecting between the occipital loops of the cerebral hemisphere. Number two
is representing the occipital horn of the lateral ventricle اللي موجودة جوه الـ occipital lobe. تمام؟ على الناحية التانية الـ level of the lateral ventricle في الـ temporal lobe، علشان كده ده temporal horn of the lateral ventricle. طبعا هو جايب level يعني على الـ right side بيكون في level of occipital horn، وعلى الـ left side بيكون في الـ level of the temporal horn to show different parts of the lateral ventricle. طيب how to identify the relations of the lateral ventricle. طيب هي أهم حاجة عاملة relation مع the lateral ventricle هي the basal nuclei. The basal nuclei plus internal capsule. دي لو انت بتتكلم على الريليشنز في اللاترال وول وفي الفلور، لان الميديال وول هيكون اكيد كلوزد بالسبتم ليوسيدم. طيب تخيل ان انت كده اتحولت الانسان صغير جدا ودخلت جوه اللاترال فنتريكل، يا ترى انت رجليك هتكون واقفه على ايه؟ الرجل اليمين هتبقى واقفة على structure والرجل الشمال هتبقى واقفة على structure تاني. ايه هما الستركتشرز دول؟ عشان نعرف الستركتشرز دول لازم نتخيل الهوريزونتال سكشن. بس مش بس الهوريزونتال سكشن، لازم يكون في صورة في ذهنك للهوريزونتال سكشن وصورة تانية جنبيها على طول للساجيتال سكشن، فبالتالي تقدر تعرف ال different parts of the relations of the lateral ventricle. لو جيت ترسم الـ horizontal section يعني from anterior to posterior، this is the right side، خلينا نرسمه باللون الأسود. هنا ده الـ right side of the cerebral hemisphere، ودي الـ insula أهي، تمام؟ وده كده ناحية الـ occipital lobe، ده الـ frontal lobe، وده الـ frontal lobe on the other side. طبعا ده هيتشرح بالتفصيل في الـ labs، يعني لما تروح تذاكر الـ labs إن شاء الله هتلاقي بالتفصيل ايه هي الـ different parts of the lateral ventricle، والـ horizontal section هو اللي بيميز الـ different parts of these lateral ventricle. From anterior side طبعا بيكون فيه اللي هو الـ longitudinal fissure، كمان بيكون من الـ posterior side. This is the longitudinal fissure. يبقى ده الـ frontal lobe وده الـ occipital lobe. يا ترى ايه الاستراكشر اللي بنلاقيه على طول موجود ما بين اللي هو الكونكشن ما بين التو فرونتال لوبس؟ هيكون ايوه سمعتكم بتقولوا جينو اوف ذا كوربس كالوزم. يبقى المنطقه دي هتبقى اوكيوبايد بالجينو اوف ذا كوربس كالوزم، والفايبرز اللي طالعه منها دي بنسميها الفورسبس ماينور. لو نرجع لورا شويه هنلاقي في استراكشر في النص هنا، تمام، عباره عن سبتم. السبتم دي بتعمل كونكشن ما بين الكوربس كالوزم وما بين الاستراكشر الاسود ده اللي هو سميناه ايه؟ الفورنكس. يبقى ده الفورنكس ودي سبتم ليوسيدم. وده طبعا جينو اوف ذا كوربس كالوزم. تمام، تحت شوية هنا هلاقي الكافيتي اللي هو ما بين التو ثلاماي. يبقى احنا هنا نرسم الثلمس الرايت هنا والثلمس الليفت الناحية التانية. خلينا نرسمها اتنين قد بعض عشان نرسم الكافيتي صح. ايوه الكافيتي اللي هنا ده هيكون هو الكافيتي اوف ذا ثيرد فنتريكل، دي الثلمس، وهنا الكافيتي ده هيكون اللي ما بينهم ده هو عباره عن الثيرد فنتريكل. فعشان نرسم الكافيتي اكيد هيكون في كافيتي موجود تحت الكوربس كالوزم على طول اهو هنا كده، والكافيتي ده ليه انتيريور هورن وليه بادي، وبعدين يبقى فيه كونكشن زي ما اتفقنا ما بين الفورنكس وما بين الثالامس. الكونكشن ده انتوا اللي هتقولوه لي دلوقتي اسمه ايه؟ الانتر فنتريكولار فورامين. That connects between the cavity of the lateral ventricle and the cavity of the third ventricle. يبقى ده كده the third ventricle. ده كده the anterior horn والbody of the lateral ventricle وتحت the third ventricle.
تمام كده. طيب لو انت كملت الرسمه بقى هتلاقي عند الاوكسيبيتال لوب من ورا هنا هتلاقي فيه كمان كافيتي اكستندنج انسايد ذا اوكسيبيتال لوب، وهو الاوكسيبيتال هورن اوف ذا لاترال فنتريكل. يعني لو خدت السكشن لورا طب يا ترى ايه هو الجزء من الكوربس كالوزم اللي بيعمل كونكشن ما بين التو اوكسيبيتال لوبس؟ هنا هيبقى اكيد سبلينيوم اوف ذا كوربس كالوزم. السبلينيوم تطلع منه فايبرز، الفايبرز ذات كونكت بتوين ذا اوكسيبيتال بولز من ورا، اسمها ايه؟ اسمها الفورسبس ميجور. يبقى ده سبلينيوم اوف ذا كوربس كالوزم، ودي الثلمس. طيب خلينا نكمل. يا ترى ايه الاستراكشر اللي موجود في الفلور وفي اللاترال وول اوف ذا انتيريور هورن اند بودي اوف ذا لاترال فنتريكل؟ في هنا استراكشر كده موجود، ماشي. الاستراكشر ده من البيزل نيوكلياي، اكيد كلكم عرفتوه دلوقتي، وهو الكودات نيوكليس. تمام. ولو مشيت للاترال شويه هتلاقي في ستراكشر تاني هنا شكله شكل اللينس، مقسوم لجزئين، جزء لاترال سميناه بيوتامين، وجزء ميديال سميناه جلوبس باليدس اكسترنال وجلوبس باليدس انترنال. طيب ايه هو الستراكشر اللي بيكون بتوين ذا لينتيفورم نيوكليس والكودات نيوكليس انتيريور وما بين اللينتيفورم نيوكليس والثلمس بوستيريور؟ اكيد الاستراكشر ده هو الانترنال كابسول. تمام. ده طبعا الانتيريور لمب اوف ذا انترنال كابسول، وده البوستيريور لمب اوف ذا انترنال كابسول. بوستيريور لمب اوف انترنال كابسول اند ذس از انتيريور لمب اوف انترنال كابسول. طبعا ده الجينو اوف ذا انترنال كابسول، والجزء ده هيكون اسمه ريترو لينتيفورم بارت اللي فيه الاوبتيك راديشن. سب لينتيفورم بارت از نوت ابييرنج ان ذا هوريزونتال سكشن زي ما هتشوفوا في اللاب العملي. يبقى انا لو استحضرت في ذهني دلوقتي الصوره دي مع الصوره بتاعه الساجيتال سكشن، انا هعرف الريليشنز اوف ديفرنت بارتس اوف ذا لاترال فنتريكل بسهوله جدا. زي ما قلت لكم في الاول، تخيل ان انت تحولت لانسان صغير، والانسان الصغير ده وقف هنا في البادي اوف ذا لاترال فنتريكل، راسه هنا ورجليه الاثنين وقفت على التو ستراكشرز دول. يا ترى الانسان ده هيكون الروف بتاعه ايه؟ ايه السقف الموجود هنا في البادي اوف ذا لاترال فنتريكل؟ اكيد هو البادي اوف ذا كوربس كالوزم من فوقيه، ورجليه الاثنين واقفين على ايه؟ على الفلور. طب ايه هو الفلور؟ اكيد هيبقى الكودات نيوكليوس مع الثلمس. عرفتوا الريليشن سهل ازاي؟ طيب لما اجي اشوف الميديال وول اوف ذا بادي اوف ذا لاترال فنتريكل، اكيد هتبقى كلوزد بالسبتم ليوسيدم. فدي الصوره دي اللي هي الهوريزونتال مع الساجيتال، الاثنين بيوضحوا لي الريليشنز اوف ديفرنت بارتس اوف ذا لاترال فنتريكل. خلينا بقى نرجع لللاترال فنتريكل عشان نقول الريليشنز اوف ديفرنت بارتس. شايفين ده كده الصوره اللي هي الساجيتال سكشن اللي انا حكيت لكم عنها. لما تيجي دلوقتي تقول الريليشن، ادي الميديال وول اهو، الميديال وول هنا هيبقى ايه؟ ده البادي طبعا، هيبقى هنا الميديال وول بتاعه كلوزد بالسبتم ليوسيدم. خلينا من الصوره دي مع استحضار الصوره اللي قبلها نطلع الريليشنز اوف ذا بادي اوف ذا لاترال فنتريكل. عرفنا البادي فين. ايه هو الروف؟ This is the roof. The body of the lateral ventricle is related to body above and body below. ماشي؟ The body of the lateral ventricle is related to body above and body below. طيب ايه هو البادي اللي في الروف؟ البادي اللي في الروف هو عبارة عن البادي of the corpus callosum. طب ايه هما التو باديز اللي موجودين في الفلور؟ زي ما اتفقت وقلت لك، تخيل ان انت تحولت لحد مصغر ورجليك الاثنين واقفين على الستراكشرز دول. معلش هتخلي رجليك
رجل قصيره ورجل طويله. الرجل الطويله دي واقفه على الثلمس، والرجل الصغيره دي واقفه على الكوديت نيوكليس. شايفين الكوديت نيوكليس دي كده؟ الكوديت نيوكليس في الفلور اوف ذا بودي اوف ذا لاترال فنتريكل، هي في الفلور اوف ذا انتيريور هول وكمان في الفلور اوف ذا بودي اوف ذا لاترال فنتريكل. يبقى من الصوره دي اقدر اقول ان الروف is formed by the roof of the body is formed by the body of the corpus callosum. طيب the floor, the floor is formed by the body of the caudate nucleus and the body of the thalamus. طيب اللي ما بين the body of caudate nucleus وما بين the thalamus ده طبعا انت مش شايفه في الصورة دي، لكن ايه هو هنا كده ما بين the body of caudate nucleus وال body of thalamus في فيشر. الفيشر ده ماشي فيه حاجة اسمها stria terminalis ما بين الثلمس والكوديت نيوكليس. The striae terminalis connects between the amygdala and the ventral thalamus and the ventral nucleus of the hypothalamus. الstriae terminalis دي ليها رول في الليمبك سيستم، هنبقى نقول عنها في محاضرة الليمبك سيستم. لكن بما ان احنا بنتكلم على الفلور يبقى هعرف ان الفلور is formed by the body of the thalamus and the body of the caudate nucleus. Between them بيكون في حاجة اسمها stria terminalis ماشيه في الفلور ما بين الكوديت وما بين الثلمس. بتعمل ايه الstria terminalis دي؟ دي عباره عن بارت من الليمبك سيستم، ماشي فيها باثوي بيوصل ما بين الانتيريور نيوكليوس اوف ذا هايبوثالامس اند ذا اميجدالا. تمام. طيب لو جيت اقول الميديال وول، خلاص احنا عرفنا الميديال وول از كلوزد باي ذا سيبتوم ليوسيدم، وكمان ايه السيبتوم ليوسيدم مش بتوصل ما بين الكوربس كالوزم والفورنكس، يبقى الميديال وول كمان فيها الجزء ده اللي هو ايه اللي هو البادي اوف ذا فورنكس. يعني حتى الميديال وول از ريليتد تو انذر بادي اللي هو البادي اوف ذا فورنكس. تاني هي اهم ريليشن هي ريليشنز اوف ذا بادي اوف ذا لاترال فنتريكل، الباقي هيبقى سهل ان شاء الله. يبقى البادي اوف ذا لاترال فنتريكل ريليتد في الروف لبادي تاني اسمه البادي اوف ذا كوربس كالوزم، related في الفلور للبادي اوف كوديت مع البادي اوف ثالامس وما بينهم الاستراي ترمينالس. ميديالي بيكون في السبتم ليوسيدم closes the cavity of the lateral ventricle and the medial wall of the fornix او نقول البادي اوف ذا fornix عشان تسهل عليك. طيب لو رجعت شويه واتكلمت على خلينا نقول anterior الاول، الانتيريور هورن اوف ذا lateral ventricle ده كده الانتيريور هورن اوف ذا lateral ventricle. تاني هنستحضر الريليشن اللي موجودة في الهوريزونتال سكشن مع الساجيتال سكشن. لو جيت تتكلم على الروف يا ترى مين اللي عامل الروف دلوقتي؟ بما اني في الانتيريور هورن يبقى الروف هيبقى فورمد بايه؟ بالجزء ده، والجزء ده اسمه ايه؟ اسمه الجينو اوف ذا كوربس كالوزا. طب الفلور، الفلور اللي موجود في الجزء ده هيبقى ايه؟ هيبقى الكوديت نيوكليوس برضو بس الجزء اللي قدام اللي هو الانتيريور اللي بنسميه الهيد اوف كوديت نيوكليوس. يبقى الفلور اللي موجود هنا في الانتيريور وول، تخيل رجليك مشيت لقدام شويه يبقى عامله هنا ايه؟ الهيد اوف كوديت نيوكليوس. طيب الميديال، ميديال وول برده هيبقى السبتم ليوسيدم والانتيريور كولومن اوف ذا فورنكس. هو الفورنكس اصلا عباره عن انتيريور كولوم وبادي وورا في البوستيريور كولوم او اللي بنسميها الكروره، والكروره دي بتمتد لحد ما بتوصل لحاجه اسمها ايه؟ الهيبوكامبس اللي هو في التمبرال لوب. يبقى ايميديالي هيبقى السبتم ليوسيدم والانتيرو كولومن اوف ذا فورنكس، والفلور بتاعه هيبقى الهيد اوف كوديت نيوكليوس، والروف هو الجينو اوف ذا كوربس كالوزم. ده بالنسبه للانتيرور هورن. طيب لو مشينا شويه ورحنا للريليشنز اوف ذا بوستيريور هورن اوف ذا لاترال فنتريكل، تفتكر الريليشن للبوستيريور هورن اللي موجوده في الاوكسيبيتال لوب هيبقى ليها علاقه بالكوديت نيوكليوس؟ لا، لان الكوديت نيوكليس بتكون خلصت اللفه بتاعتها ما بين الهيد والبادي والتيل قبل ما بتوصل للاوكسيبيتال لوب، يعني in front of the occipital loop. ف the occipital loop has no relation with the caudate nucleus. امال الريليشنز بتاعت الاوكسيبيتال لوب هتبقى مع ايه؟ ده الانتروبوستيريور سكشن او الهوريزونتال سكشن اللي جاي في الاوكسيبيتال لوب. شايفين ده الكافيتي اللي هو اسمه الاوكسيبيتال هورن اوف ذا لاترال فنتريكل. لو قلت لك الروف اوف ذا اوكسيبيتال هورن اوف ذا لاترال فنتريكل، فاكرين لما قلت لكم ان في هنا حاجه اسمها الكوربس كالوزم، الموست بوستيريور اند اوف ذا كوربس كالوزم مش اسمها السبلينيوم؟ الفايبرز اللي بتطلع من السبلينيوم
وبتعمل ارشنج لورا، سميناها ايه؟ سميناها الفورسبس ميجور. طيب في بقى الجزء اللي هو ناحيه الاوكسيبيتال لوب من ورا، بيبقى كمان في فايبرز طالعه من السبلينيوم وبتعمل ارشنج في الروف واللاترال وول اوف ذا اوكسيبيتال هورن. الفايبرز دي بنسميها تيبتم اوف ذا كوربس كالوزم. الكوربس كالوزم زي ما اتفقنا ليه جينو ولوب بادي ولوب سبلينيوم. The most posterior part of the body and the fibers of the splenium that makes the roof of the posterior horn of the lateral ventricles is called tibetum of the corpus callosum. يبقى tibetum of the corpus callosum هي اللي بتعمل الروف واللاترال وول. ما تنساش طبعا ان الفايبرز دي بيمشي فيها حاجة اسمها الاوبتيك راديشن، اللي هي ماشية في اللي فيها الاوبتيك راديشن اللي بتوصل لحد اللاترال جينيكولات بادي بتاعت الايه الثالامس، منها لحد الاوكسيبيتال لوب. طب ميديالي هيكون في ايه؟ لو تخيلت الاوكسيبيتال لوب وشفت الساجيتال سيكشن بتاع الاوكسيبيتال لوب، مش في حاجه السبلينيوم اوف ذا كوربس كالوزم بيكون بوستيريور بيعمل بوشنج للميديال وول اوف ذا اوكسيبيتال هورن. البوشنج بتاعه ده بنسميه بلب اوف ذا بوستيريور هورن، بلب اوف ذا بوستيريور هورن. يبقى البلب اوف ذا بوستيريور هورن از فورمد باي the splenium of the corpus callosum. طيب تحتيه على طول في فيشر، الفيشر اللي داخل لجوه ده وفي الاوكسيبيتال لوب، سميناه ايه الفيشر ده؟ مش سميناه الكالكراين فيشر اللي ماشي فيه الفيجوال اريا 17؟ كمان الكالكراين فيشر is pushing inside the medial wall of the occipital horn and forms an elevation called calcaravis. calcaravis. يبقى انا عندي في two convexities inside the posterior horn of the lateral ventricle from anterior to posterior. The bulb which is formed by the splenium of the corpus callosum and the calcaravis which is formed by the calcarine fissure inside the posterior horn of the lateral ventricle. يبقى دي الريليشنز بتاعت البوستيريور هورن. عشان تتخيلها اكتر، ده نفس الصورة اللي وريتها لكم في الأول بتاعت اللاترال فنتريكل. طبعا ده كده الأوكسيبيتال هورن اهو، تمام؟ ده كده الميديال وول اوف ذا أوكسيبيتال هورن هنا. طيب معمول بإيه بقى الميديال وول؟ ده الكوربس كالوزا، ده الجينو، ده البادي، وده السبلينم. شايفين السبلينم هنا عامل إيه؟ عامل بوشينج انسايد ذا ميديال وول اوف ذا بوستيريور هورن اوف ذا لاترال فنتريكل. فالجزء ده هنسميه البلب. الجزء ده هنسميه البلب اوف ذا سبلينيوم. طب الجزء اللي وراه على طول هنا ده الكالكراين فيشر اهو، خلينا نرسمه بلون تاني. This is the calcarine fissure. Also the calcarine fissure is forming another elevation in the medial wall or another convexity in the medial wall of the lateral ventricle which is called calcarevis. تمام؟ طيب ده بالنسبه للبوستيريور هورن. خلينا نتخيل الـ relations of the inferior horn of the lateral ventricle. هو فين الـ inferior horn of the lateral ventricle؟ الـ inferior horn of the lateral ventricle lies completely in the temporal loop. In the temporal loop. مين اللي بيجي بقى في الـ roof of the inferior horn of the lateral ventricle؟ لو تخيلت الـ caudate nucleus وهي بتلف from anterior to posterior، أكيد التيل بتاعها ده الهيد هنا كده والبادي والتيل، اكيد التيل بتاعها هيجي في الروف اوف ذا، دي كده كانها الكوديت نيوكليوس ودي اهي التيل بتاعها هيجي في الروف اوف ذا انفيريور هورن اوف ذا لاترال فنتريكل. لكن انتوا ما تنسوش ان في ستراكشر كمان از جويند تو ذا تيل اوف كوديت نيوكليوس از كولد ذا اميجدالا. يبقى لو انت بتتكلم على الروف هتتكلم على تيل اوف كوديت نيوكليوس اند اميجدالا. طيب what about the floor of the inferior horn؟ طيب ما احنا عارفين ان في الانفيريور هورن من تحت في ستراكشر اسمه هيبوكامبس. الهيبوكامبس ده بيبقى نايم جوه جايرس اسمه بارا هيبوكامبال جايرس. فالهيبوكامبس هو اللي بيكون عامل الفلور of the inferior horn of the lateral ventricle. تمام؟ يبقى اهم حاجة تعرف ان الروف formed by the tail of caudate nucleus والأميجدالا، وده طبيعي لأنها بتيجي اللفة بتاعتها بتيجي في الآخر في الروف بتاعت الـ lateral ventricle أو بالتحديد الـ inferior horn of the lateral ventricle. والفلور
ما تنساش تتكلم على الهيبوكامبس. طيب لاترال للهيبوكامبس في فيشر اسمه كولاترال فيشر. لما جينا نتكلم على الانفيريور سيرفيس بتاع البرين اتكلمنا على حاجه اسمها تنتوريال سيرفيس، صح؟ الستم اوف ذا لاترال فيشر هنا كده، وكلمنا على التنتوريال سيرفيس، قلنا اول فيشر اسمه بارا هيبوكامبال جايروس، تاني فيشر اسمه كولاترال فيشر. اهو الكولاترال فيشر ده اللي بيعمل بوشنج في الفلور اوف ذا انفيريور هورن اوف ذا لاترال فنتريكل، وبيعمل حاجه اسمها كولاترال ايمينس، بالظبط زي فكره البلب اوف ذا سبلينيوم والكالكراين فيشر لما عمل بوشنج في الميديال وول، بس هنا ده بيعمل بوشنج فين؟ في الفلور اوف ذا انفيريور هورن اوف ذا لاترال فنتريكل. تمام، دي اهم ريليشنز في اللاترال فنتريكل. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوها واستوعبتوها، وعشان تجمعوها صح زي ما بقول لكم لازم تتخيلوا الريليشنز بتاعه الهوريزونتال سيكشن مع السيرجيتال سيكشن في نفس الوقت. شايفين هنا ده الانفيريور هورن اهو، وهنا ده الهيبوكامبس اهو، شايفين الهيبوكامبس. بالنسبه للانفيريور هورن تقدر توصفه تقول ايه؟ هتقول ان هو نايم في الفلور بتاعه، يبقى الهيبوكامبس is related in the floor of the inferior horn of the lateral ventricle. لو رجعت ورا شويه هتلاقي فيه الكولاترال ايمينس، والكولاترال ايمينس ده بيكون formed by the collateral fissure برضو في الفلور of the inferior horn of the lateral ventricle. دي صور زمايلكم في سنه من السنوات رسموها للريليشنز of the lateral ventricle مع الديفرنت ستراكشرز اللي احنا حكينا عنهم. فده طبعا الريليشن اللي هي قلنا body of the corpus callosum is related to the body of the thalamus، هنا دي طبعا هتبقى الثالاموس، ولو مشيت laterally لان الثالاموس most medial فلو مشيت lateral هتبقى ايه؟ هتبقى body of caudate nucleus زي ما انت شايف كده، ده الhead of caudate nucleus وده body of caudate nucleus، وبتلف تعمل tail of caudate nucleus اهي، تمام، مع الاميجدالا. فانت دلوقتي لما بتبص على البادي لوحده تيجي تتكلم على البادي اوف ذا لاترال فنتريكل الفلور بتاعه هيبقى ايه؟ هيبقى البادي اوف ذا ثالاموس اللي احنا رسمناها دي كده كلها الثالاموس، والبادي اوف ذا كوديت نيوكليس، وما بينهم هنا ما تنساش في زي ما اتفقنا الاستريا تيرمينالس. لو بتتكلم على الانتيريور هورن يبقى اللاترال وول والفلور بتاعها هيبقى معمول بالهيد اوف كوديت نيوكليس، و ناحيه الميديال وول هيبقى مقفول بالسيبتوم ليوسيدم والكولومز بتاعه الفورنكس. لما تيجي تشوف الانفيريور هورن اللي هو داخل في التمبرال لوب، الروف بتاعه معمول بايه؟ معمول بالتيل اوف كوديت نيوكليس اهو مع الاميجدالا. طبعا الاميجدالا بتبقى على طول ان كونكشن مع التيل اوف كوديت نيوكليس، لكن الفلور بتاعه بيكون معمول بايه؟ زي ما اتفقنا هيكون بالهيبوكامبس اللي هو تحت هنا، هيكون فيه الهيبوكامبس والكولاترال ايمينس اللي معمول بالكولاترال فيشر. شفتوا قد ايه البوستيريور هورن بعيد عن الكوديت نيوكليس، فايت هاز نو ريليشن وذ ذا كوديت نيوكليس. وجمعوا الريليشنز بتاعتهم بطريقه ظريفه علشان يعرفوا الديفرنت بارتس اوف the lateral ventricle in relation to the fornix والسيبتوم ليوسيدم والcaudate nucleus. تمام، خلينا بقى نتكلم على الكرويد بلكسس. اتفقنا ان الكرويد بلكسس the role of كرويد بلكسس is secreting the cerebrospinal fluid inside the cavities of the lateral ventricle and also the third ventricle and fourth ventricle. يبقى الكرويد بلكسس الكرويد بلكسس is developed from the capillaries of the blood vessels that supply the brain، يعني تحديدا من حاجه اسمها anterior cerebral artery, anterior choroid artery, anterior choroidal artery and posterior choroidal artery. These two arteries are originating from the anterior and posterior cerebral artery. وهي المسؤوله عن الفورميشن او السكريشن اوف ذا cerebrospinal fluid. تمام؟ طيب غالبا الكرويد بلكسس projecting into the ventricles from the medial side. يعني لما تشوف هنا كده ده اللاترال فنتريكل اهو، شايفين دي الكرويد بلكسس اهي داخله في الميديال وول اوف ذا لاترال فنتريكل، الناحيه الثانيه كمان هتبقى داخله في الميديال وول اوف ذا لاترال فنتريكل. تمام، الكونسيستنسي بتاعتها بتبقى عباره عن بيامتر، وبتبقى كفرد بحاجه اسمها ابندما.
الابندما دي اللي هي بتبقى عامله لايننج للكافيتيز اللي هي الفنتريكلز. فالكرويد بليكسس از ميد اوف تو لايرز اوف بياماتر، نفسها هي بتبقى كفرد بتو لايرز من بياماتر وفوقيها الابندما لايننج اوف ذا كافيتيز اللي احنا اتفقنا عليها، بتبقى بتغطي الكافيتي اوف ذا لاترال فنتريكل او الثيرد فنتريكل او الفورث فنتريكل. فكان الكرويد بليكسس از ميد اوف two layers of biometer covered by the ependymal lining or lining of the ventricle. طب the two layers of the biometer دي بنسميهم ايه؟ بنسميهم تيلاكورويدا، بنسميها تيلاكورويدا. طيب زي ما اتفقنا من فين بتدخل الكورويد بلكسس للاترال ventricle؟ ما بين الفورنكس superior and thalamus inferior، ما بين الفورنكس والثالامس تدخل الكرويد بلكسس اوف ذا لاترال فنتريكل. زي ما انتم شايفينها كده اهي، هنا في الاستراكشر ده باين هنا ان الكرويد بلكسس داخله من فين؟ ما بين الفورنكس، ده الفورنكس اهو البادي اوف ذا فورنكس، ودي الثالامس البادي اوف ذا ثالامس، فدخلت الكرويد بلكسس ما بين الفورنكس والثالامس عن طريق فيشر. الفيشر ده بنسميه ايه؟ كرويد فيشر. خلينا نشوف الصوره بتاعت الكرويد فيشر عشان نتخيلها اكتر. بتبان على الساجيتال سكشن، ايوه بالظبط هنا شايفين دي الكرويد فيشر. ايه بقى الكرويد فيشر ده؟ عباره عن فيشر ما بين الثالامس، ادي الثالامس وادي الفورنكس اللي باللون الاخضر. ما بين الثالامس والفورنكس هنا بيكون في فيشر بتدخل منه الكرويد بلكسس اللي هو اوف ذا لاترال فنتريكل، فبتدخل منه هنا لحد ما بتوصل للفلور اوف ذا لاترال فنتريكل. تمام، يبقى الكرويد فيشر lies between the thalamus and the fornix. طيب زي ما اتفقنا ان الكرويد بلكسس is formed by the posterior choroidal artery the branch من ال posterior cerebral artery وال anterior choroidal artery the branch من ال anterior cerebral artery. وشايفينها هنا this is the choroid plexus of the lateral ventricle اهي in the choroid fissure. فين الكرويد فيشر؟ ما بين الثالامس وما بين الفورنكس. طيب خلينا نشوف صوره مهمه ل سي تي للبرين، لان انت زي ما قلت لك لازم تدرب نفسك ان انت تتعرف على different structures في السي تيز اوف ذا برين، سي تي او ام ار اي، لان انت كتير بتشوفها في الكلينيكال، فلازم تفتكر الاناتوميكال او different anatomical parts والريليشنز علشان تعرف تتعرف على different structures في السي تي. لو قلنا نمبر 1 ده هيكون ايه؟ نمبر 1 هو عبارة عن حاجة ناحية الفرونتال، يبقى ناحية الفرونتال لوب اكيد هو الفرونتال horn of the lateral ventricle، ده طبعا lateral ventricle ده نمبر 1. طب نمبر 2، نمبر 2 هيبقى الاوكسيبيتال horn of the lateral ventricle، يعني داخل ناحية الاوكسيبيتال لوب. نمبر 3، نمبر 3 هو عبارة عن السيبتوم ليوسيدم، الجزء ده هو عباره عن سيبتوم ليوسيدم. طب نمبر 4 ايه الاستراكشر اللي عامل اللاترال او الفلور، الفلور اوف ذا بودي اوف ذا لاترال فنتريكل، البودي اوف كوديت نيوكليس. نمبر 5 الانترنال كبسول دي، ونمبر 6 هتكون اللينتيفورم نيوكليس، نمبر 7 هتبقى الثالامس، نمبر 8 هتبقى الثيرد فنتريكل، نمبر 9 لونجيتودينال فيشر، نمبر 10 جينو اوف ذا كوربس كالوزم، نمبر 9 فروم بوستيريور برضو هيبقى اللونجيتودينال فيشر فروم بوستيريور سايد، نمبر 11 ده هيبقى السوبيريور ساجيتال ساينس او الكات ايدج بتاعت السوبيريور ساجيتال ساينس. تمام، دي هنا الديتيلز او الكي تو ذا ام ار اي عشان تعرف تفهم كويس الديفرنت بارتس اوف ذا كافيتي اوف ذا لاترال فنتريكل اند اتس ريليشنز. دي برضو صورة في الساجيتال سكشن بتوضح in details the different parts of the lateral ventricle and the relations between the lateral ventricle and different anatomical parts inside the cerebrum. يا ترى لو سألتك دلوقتي فين anterior من posterior تقدر تعرف؟ anterior and posterior parts، هو ببساطة هنا السيريبيلم موجود في الصورة دي، فأكيد ده البوستيريور وناحية قدام هتبقى الانتيريور. فبما ان ده الفرونت، ده الفرونتال لوب
وده ورا هيبقى الاوكسيبيتال لوب. نمبر 1 هتبقى الهيد اوف كوديت نيوكليس، نمبر 2 هتبقى البادي اوف كوديت نيوكليس، نمبر 2 من ورا برضو دي هتبقى التيل اوف كوديت نيوكليس، شايفينها؟ طيب نمبر 3 هنا هيبقى الفرونت او الانتيريور هورن اوف ذا لاترال فينتريكل، 4 هنا هيبقى ايه الكافيتي اللي هو في النص هيبقى البادي اوف ذا لاترال فينتريكل، و4 من ورا هيبقى البوستيريور هورن او الاوكسيبيتال هورن اوف ذا لاترال فينتريكل. تمام، في شويه ستراكشرز بقى موجودين في الجزء اللي تحت في الفلور هنا في الكوديت نيوكليس، يعني مثلا نمبر 5 دي اكيد هتبقى الثالاموس، نمبر 7 هنا هتبقى الاستراكشر اللي هو قدام الثالاموس هنعرفه في محاضره داين كيفن اسمه الهايبو ثالاموس، ونمبر 6 دي حاجه اسمها انتر ثلاميك ادهيجن بتوين ذا رايت اند ليفت ثالاموس، يعني في كونكشن من الجراي ماتر كونكتس بتوين ذا رايت اند ليفت ثالاماي is called interthalamic adhesion. Sometimes it is present in some individuals and sometimes it's not present. تمام؟ طيب برضو هنا الميديال وول of the lateral ventricle مهمة قوي نعرف الكوربس كالوزم، number one هنا تبقى الروستروم، two genu of the corpus callosum، three body of the corpus callosum، four splenium of the corpus callosum، number five هنا الميديال وول اوف ذا لاترال فينتريكل كلوزد باي سيبتم ليوسيدم. طيب نمبر 6 هنا اكيد هيبقى الفورنكس، الفورنكس اللي هو كوميشورال فايبر. تمام، في ستراكشرز كتير هنا مثلا نمبر 29 هيبقى الفورث فينتريكل، 30 از ذا سيريبيلم، 28 از ذا باك اوف بونز، ذيس ستراكشرز هير ار كولد ذا هايبوثالاموس will be described in details in the Dying-Kiffenon lecture. And here is the foramen that connect between the third ventricle and the lateral ventricle, which is the interventricular foramen. This is the hypothalamic sulcus, which separates between the thalamus above and the hypothalamus below. And 11, 12, these are nuclei of the thalamus and the interthalamic adhesion. This part here is called the midbrain. Here, this is the midbrain. The ventral part of the midbrain is called tegmentum, and the dorsal part is called tectum, which is formed by these two colliculi, superior and inferior colliculus. Number 26 representing the cerebral aqueduct of Sylvius. And sure, number 7 is the binial body or the binial gland, which is just below the splenium of the corpus callosum. In CTs or MRI, it appears just in the middle of the CT. And if it is deviated to the right or to the left slightly, sure you have a problem in this subject, maybe a tumor or space occupying lesion in the cerebral hemisphere. This is the horizontal section, and please try to identify all these structures, and we mentioned them before. And this is another view of the horizontal section, plain horizontal section, and you should put the details of the horizontal section and the relation of the lateral ventricle with different parts of the basal nuclei and internal capsule. And here is the key for these relations. And next lecture, inshallah, we will describe the third ventricle and the fourth ventricle and the cerebrospinal fluid circulation. Thank you very much, and see you, inshallah, in next lecture.